مشاهدي نهارك سعيد، بنرجع لحضراتكم مرة تانية ومستمرين معاكم في فقرتنا النهارده في نهارك سعيد. النهارده الخميس 8 مارس، 8 مارس يعني بنتكلم عن الاحتفال العالمي بيوم المرأة. العالم كله بيقدر المرأة، العالم كله بيحتفل بالمرأة في الوقت اللي احنا للأسف الشديد المرأة المصرية عندنا بتواجه تحديات صعبة جدا. كل الخطوات وكل النضال وكل تاريخنا في استرجاع حقوقنا، كل ده بنفقده للأسف الشديد دلوقتي، وفي ناس للأسف كمان ان هم بيحاولوا يرجعونا لورا. ولكن اعتقد انه ارادتنا وقوتنا وده يعني مستمدينه من تاريخنا على مدى العصور، ما افتكرش ان في حد هيقدر يعمل كده ابدا. الحقيقه النهارده هيكون منورانا الشاعره المناضله، الشاعره مروه مأمون، واللي ابتدت حقيقي مشوارها من 2009 وبعد كده حصلت حاله من الزخم الشعري اللي هتمتعنا بيه النهارده. مروه صباح الخير. صباح الخير، اهلا بيكي معانا النهارده منورانا. وقبل ما نتكلم في اي حاجه خلينا نسمع منك قصيده صباح الخير. هي مش قصيده، بيتين كده نصبح الناس. اتفضلي. صباح الوساوس ودق الهواجس في قلب النفوخ، صباح الوساوس ودق الهواجس في قلب النفوخ، صباح ندوخ واول كلامنا يا نقلب نظامنا يا نرجع ندوخ، ندوخ معانا العيال الحزانه ولو طالت اكتر هنرجع نبوخ، صباح السياسه وسباق الرياسه، صباح السياسة وسباق الرياسة ولعب الكبار، صباح السياسة وسباق الرياسة ولعب الكبار، صباح السيادة، صباح السيادة وحكم البيادة، صباح المرار. وآخر كلامي هوصل سلامي لمجلس بيدرس قضية حمار. صباح الفل يا مروة، ونبتدي كلامنا معاكي عن انه في ظل انه المراه بتاخد حقوقها، في ظل انه المراه العالم كله بيعترف بمجهودها، في ظل انه المراه وصلت لمنصب وزيره، احنا مش بنقلل من شان اي ست، لان اي ست في مكانها بتدي شغلها وبتدي بيتها وبتدي، اذا كانت منصبها، اذا كانت وزيره، اذا كانت مهندسه، اذا كانت طبيبه، اذا كانت ست فلاحه بتخبز حتى، بتدي شغلها وبتدي كل حاجه بتعملها حقها وكل ضمير وبكل حب بتعملها. شايفه التحديات اللي بتحصل دلوقتي ضدنا ايه، وشايفاها ازاي، وتعبري عنها ازاي بشعرك؟ التحدي مش ضد المراه المصريه، التحدي ده ضد مصر. المراه المصريه منتجه، المراه المصريه بتعول تلت المجتمع تقريبا، فان حد يجي يتكلم النهارده يحاول يهمش دور المراه يبقى بيتحدى مصر، يبقى بيهدد امن واستقرار البلد دي. المراه المصريه مش هنبتدي نعرف دورها النهارده. احنا لو بصينا كده في التاريخ شويه هنلاقي الرجاله كتر خيرهم بنوا الاهرامات وطلعوا عملوا معابد جميله جدا وكتبوا عليها نقوش هيروغليفيه من هنا للسماء، وبعدين ما افتكروش ولا كلمه من الهيروغليفي ده ولا اتبقى منه اي حاجه غير الكلمتين اللي الام بتقولهم في البيت لابنها. تقول لابنها نونو ودي كلمه فرعوني، تقول لابنها انبو ودي كلمه قبطي، تقول لابنها دح. دح دي كنت بسمعها تتقال في دمياط وفي مناطق شعبيه، اقول كلمه بلدي على اللبس، طلعت دح يعني ملابس بالفرعوني. الست المصريه حافظه تاتا، تاتا خطي العتبه، تاتا يعني امشي. الست المصريه حافظت على هويتها، حافظت على لغتها اللي هي بتعتز بيها، دخلتها مع اللغه العربي وخلقت لنا اللغه العاميه، وده اللي اتبقى لنا. الست المصريه بتحافظ على البيت حقيقي، وتحافظ على الهويه، وتحافظ على المجتمع. لو تحدينا ده يبقى بنهدد استقرار المجتمع، نبقى بنتحدى المجتمع فعلا، نبقى بنتحدى كل نتحدى المجتمع كله. وبعدين الكلام الكتير على الحلال وعلى الحرام وعلى الحاجات دي كلها، احنا ديننا ابسط واجمل من كده بكتير. الاسلام ليه في مصر 1400 سنه، 1400 سنة الصعيد اللي فيه مشهور بالجماعات الإسلامية وبالحركة الإسلامية الممتدة، لحد النهاردة الست في الصعيد بتعمل القرصة عليها قرص الشمس بالأشعة بتاعته اللي هو يرمز لإله فرعوني. قرص الشمس بتاع أتون لحد النهاردة بيتعمل، بقاله 1400 سنة بعد دخول الإسلام محدش قال لهم يا كفرة انتوا بتحطوا الإله فلان الفلاني على ال... فين ده يعني؟ كان ما تحرمش، ما حدش حرم عليهم عيشتهم، حد بقى يجي يحاول يحرم على الستات المصريه ينقشوا الكحك كده ويتفرج كمان يعني، ولا هنا حد كده يجي يقول لهم النقشه دي حرام
يتعامل مع الست بقى، محدش هيسمع كلامهم اصلا. الدين اوسع من كده وابسط من كده وارحم من كده، فلازم ان احنا واحنا بنتكلم عن الدين يقول لك شرع الله على عيني وعلى راسي. طبعا انت عارف شرع الله، شرع الله واسع والخلاف فيه كبير، لان احنا مثلا كان بيجي علينا حقبه الحاكم ظالم ايام مبارك، ناس كتير كانت تقول لك انا ما اخدش فتوى من فلان ده بتاع الريس. طب انت عدى على الحكم الاسلامي عصور كان فيها اسوأ من مبارك بكتير، ناس في عصور ملوك وسلاطين اكثر ظلما من مبارك وطلعوا فتاوي، فمش اي فتوى عشان قديمه تبقى صح. محتاجين نحدث الخطاب الديني، محتاجين، واحنا النهارده تحت ايدنا موارد ما كانتش متاحه لاي عالم جليل قبل كده، ان تحت ايدنا انترنت، الدعاه الجدد والباحثين الاسلاميين الجدد تحت ايدهم الاف مؤلفه، مئات الالاف من الكتب يقارنوا بينها ويخرجوا بفهم صحيح للدين، فهم سلفي للدين. سلفي يعني زي ايام ابو بكر وايام، انا واحده من الناس، انا شاعره، اول لما جيت ابتدي ان انا اطلع على مسرح ولا كده بداوا الاهل يقولوا لي لا 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 احنا ملناش في ده، هتطلعي على مسارح وتقولي شعر، شعر وطني. رحت دخلت اشوف هل ده حرام، لو حرام ما عملوش والله. لقيت سيره الخنساء، الخنساء صحابيه جليله اسمها السيده تماضر، وكانوا زي ما انا كده الناس مطلعه عليا المحروسه، هي كانوا مطلعين عليها الخنساء. الخنساء كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيبعت لها تيجي تلقي شعر في المسجد النبوي، اللي لو حصل النهارده هتتذبح واحده يعني لو وقفت تقول شعر قدام الرجاله، تقول شعر في المسجد النبوي. وهي بتقول الشعر كان الرسول بيستحسن شعرها ويقول لها هيه يا خناس من جمال وعذوبة الشعر. خناس تدليع الخنساء اللي هو دلع طماضر. انا اعتقد النهارده لو واحد قال لي يا رورو انا مروه ولا يميني بس هتقول ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ بينما شوفوا الناس كانت جميله طبعا زي. البساطه وال وما كانتش بتقول شعر ديني، كانت بتقول شعر رثاء في اخوها الكافر اللي مات في على الكفر في الجاهليه، كانت بتقف ترسيه في المسجد النبوي. هنقول يمكن كان في اول الاسلام، اصل في ناس تحب تفتي وتحرم بعدين. توفي الرسول عليه الصلاه والسلام وجاء سيدنا عمر وعمرت الخنساء وفضلت تقول شعر في عهد سيدنا عمر في الشارع، كانت تقف في الشارع تقول شعر. الناس اشتكوها لسيدنا عمر مش عشان ست واقفه في الشارع زي ما الناس مفهمه، لا عشان بتقول برضو شعر في الكفار. فراح سيدنا عمر بعد جابها قال لها اتبكيهم وهم حطب جهنم؟ قالت له ذلك ادعى ان ابكيهم. وعندها اولاد استشهدوا ما رستهمش، انما اللي هي حاسه قالت له ذلك ادعى ان ابكيهم. فسابها. جاء عهد عثمان وظلت ترسي في الشارع. فعهد عثمان ليها قصه طريفه ان بطلت ترسي امتى؟ لما مره لقت واحده قاعده عماله ترسي وتعيط على حبيبها، فقعدت جنبها وقعدت تقول معاها وترسي فيه، وفي الاخر اكتشفت انها بتعيط على الكلب بتاعها. فقالت انا قاعده برسي كلب بقالي نص ساعه، راحت حلفت ماهي قايله راسيتك، خلاص بقى كانت طعنت في السن. فده السلفيه اللي انا اعرفها، سلفيه يعني اللي كان موجود، يعني لا يمكن الخلفاء كانوا غلط ولا يمكن كان بيحصل في عهد الرسول حاجه لا. تعيب. لا طبعا أكيد الرسول لا. ما حطش ملايه ستاره بين الرجاله والستات في المسجد النبوي، كان يقدر يحط ستاره، قال للستات ارجعوا ورا بس عشان ينظم الامور زي ما بننظم في الاتوبيس، زي ما بننظم في اي حاجه عشان الزحمه. حقيقي ما حطش ستاره، ما قالش لا نعمل قسم وقسم، لا نبني جدار. كان في الناس فاكره كان زمان ما فيش، كان في حيطان وكان في كل حاجه. فنرجع للفهم الصحيح للدين، الدنيا هتمشي تبقى لطيفة ونبقى ونفضل مجتمع الاعتدال. الاعتدال مطلوب في كل شيء، والشعب احنا المصري أمة اعتقد بالظبط، اعتقد ان الشعب المصري بطبيعته بفطرته هو شعب وسطي وشعب معتدل، شعب متدين يعني بالفطرة، مش محتاجين حد يقول لنا نعمل ايه او ما نعملش ايه. افتكر ام كلثوم اللي حفظت القرآن وهي صغيرة، وبعد لما كبرت اشتغلت ارتيست، ارتيست وصلت مصر للعالمية حقيقي. وكان الشيخ الغزالي بيحب يسمع غناها، هي دي مصر. جميل. الحقيقه انه دور المراه خاصه بعد الثوره كان دور بارز جدا، دورها في ثوره 25 يناير، دورها فيما بعد الثوره، دورها في الانتخابات، دورها في كل حاجه كانت متواجده بشكل مهم جدا، وكانت سبب من اسباب نجاحات كتيره جدا. ولكن للاسف الشديد بصرف النظر كمان عن انها كانت طبعا الام، هي ام الشهيد، هي زوجة الشهيد، هي اخت الشهيد، يعني حقيقي دور المراه كان دور مهم جدا ولا
تتجزأ عن دور الرجل. ايه رأيك في اللي بيحصل دلوقتي مروة، وايه رأيك في التحديات اللي بتواجهها المرأة خاصة بعد كل التضحيات اللي ضحت بيها؟ هو السنة اللي فاتت بصراحة كان يوم كان كانت سنة المرأة فيها كانت قايمة بدور بتفعل الحركات السياسية وبتنزل الشارع وبعدين بتعيط على اللي ماتوا وبعدين بتواسي الناس وبعدين ومطلوب منها تفضل تقوم بدورها في البيت. يعني أنا أعرف سيدات مناضلات كانوا بيبدلوا شفتات على أولادهم في التحرير، يعني هي تقعد شفت في الميدان وجوزها يقعد بالأطفال وبعدين هو يرجع وهي تروح. السنة دي بجد كانت على واللي ما راحتش في حاجة واللي ما شاركتش في الثورة. ما انا والله انا بقول لهم فضلت اتفهم موقف الناس اللي بتقول اصل دول مخربين، اقول يمكن فاهمين غلط يمكن كذا، لحد يوم استاد بورسعيد. حجتك ايه يا بطل؟ دول سمعوا كلامكم بتقولوا لنا تلهوا واتفرجوا على التلفزيون والكوره، كانوا بيتفرجوا على الكوره كانوا بيتلهوا، قتلتوهم وهم بيتلهوا ليه؟ عملوا ايه؟ مين اللي قتلهم؟ انا ماليش دعوه، اتقتلوا، انا بورسعيديه، دول اتقتلوا في بيتي. انا واحده من الناس، انا مرات خالي واحد انتحر من بيتها، عامل رمى نفسه، سابت البيت ما قدرتش تستحمل تعيش فيه، هي ما عملتلوش حاجه، واحد رمى نفسه. فاحنا الناس دي اتقتلت في بيتنا، عايزين نعرف اتقتلوا ليه ومين اللي قتلهم، ومش هنهدى ولا نرتاح ولا يرتاح لنا بال غير لما نعرف اللي حصل ده حصل ليه وازاي، ونشوف ناس بتتحاسب. انا واحده من الناس، اخويا نزل جري، ملوش في الكوره، اول ما عرف ان في حادثه نزل جري على الشارع، فضل 3 ايام، راجل 3 ايام بيعيط مش عارف يبطل عياط، قال لي انا بشارك في الثوره من اول يوم، اول مره افهم الهتاف يا نجيب حقهم يا نموت زيهم، انا يجيب حق العيال دي هموت. اللي راحوا في الاستاد دول يخلوا كل شبهه عن قبل كده، اصل دول كانوا رايحين يقتحموا الداخليه، اصل دول كانوا رايحين يهددوا كذا، اللي راحوا في الاستاد دول حصل فيهم كده ليه؟ اتغدر بيهم جدا، اتغدر ليه؟ بيهم، اتغدر بيهم. لما يطلعوا لنا اشعه الاول يقول لك الالتراس رشوا العامل علشان يطفي النور عشان الشماريخ تبان، وبعدين اول امبارح العامل بتاع الاستاد يقول انا جاي لي امر من عميد امن مركزي ان النور يطفي. ليه؟ التواطؤ على عيال زي الورد ليه؟ كل واحد فيهم كفايه، مش 79، كل واحد فيهم كفايه ان تقوم عشانه ثوره، كل واحد فيهم كفيل انه ينزل بلد في الشارع. تسال ليه؟ ليه العيال اللي زي الورد دي ماتت ليه؟ كتبتي قصيده عن المأساة اللي حصلت في بورسعيد. 3 ايام حداد كل يوم بالقصيده. ممكن نسمع منها جزء؟ نسمع مش هيصبح. مش هيصبح، مش هيقول لي فين الجزمه لا اتاخرت، ولا هكويله قميصه في ثانيه لا شلته تحت، مش هيبرطم وانا بديله ال10 جنيه ليه وعشان ايه، مش هيصفر تحت البيت ويقول لي انا طالع عايزه بقاله، مش هيناكف في الشغاله، مش هيروح الدرس يراجع، مش هيداري شهادته الخايبه ويمضي بدالي، ولا اقول له العيشه بقت صعبه يقول وانا مالي، ولا يتمحلس علشان عايز جينز جديد، ولا عاد هيأخر مواعيد. مش قادرة يعني. خلاص تعالي نتكلم عن موضوع تاني. الحقيقة هي حاجة مؤثرة جدا، ما نقدرش نقول عنها أي حاجة غير ربنا يصبرهم، ربنا يصبر كل الأهالي، ربنا يصبر كل المصريين اللي فقدوا أولادهم وأزواجهم وإخواتهم، واللي كلهم اتغدر بيهم، كلهم اتغدر بيهم. تعالي نتكلم عن ديوان ليكي، وهو أول ديوان المفروض إنه لا استني، أنا قبل ما أهمل حاجة، مش هيصبح دي انا لما كتبتها عن الولاد بتوع الالتراس، اللي اول لما شفت العيال اللي شكلها بصراحه كده شيك وكده، وبعدين وانا بتفرج على الصور شفت صوره ولد ففكرني بابن الست اللي عندي في البيت، شكله بسيط خالص، فدي بصراحه انا عايزه اقولها. الولد اللي معرفش اسمه ده قول بيسمها اخرت صبري. قول ابني الحيلة وآخرة صبري، كان بيحب العيش والمش،
كل طموح وجزمة كاوتش وناخد الدوري. آه معلش، مش هيعز على اللي اختاره، وهو راح دار أحسن من داره. هي الفقراء أصول ما تعيش. كان بيحب تريكا وبيبي وشايل قوي من اللي اسمه الحضري. هو الأهلي في حد يسيبه؟ عيل فقري يلا نصيبه، وأنا طول عمري بفوض أمري. كان بيحب يعشي صحابه كبدة وكشري، أقرع نزهي في عز شبابه. أول مرة يروح بدري راح على الجنة وفات لي عذابه. كان بيحب البت الواطية بنت بغوري، وأنا من خيبتي وقفت قباله. يرجع بس وأجوزها له، وأمسك فيه بإيدي وبضوافري، وأخدم في مراته وفي عياله. النبي فكرة، حد مصور ماتش المصري؟ ألا يكون شاور للكاميرا؟ هو حليوة اسم الله وخمري ولابس جنس وفانيلة كورة من الحمرة. ربنا يصبرنا جميعا. نتكلم عن الديوان؟ ديوان. نتكلم عن ديوانك. نتكلم عن ديوانك اللي لحد دلوقتي المفروض ان هو ما ظهرش للنور. في طور النشرة، يعني في ناشر طلبه وبعته له، بس لسه في ايه المشاكل بقى ليه؟ لا لا ما فيش مشاكل. هو انا مش من النوع اللي بزق، يعني انا ما اعرفش اسوق، بس ما اعرفش اسوق الشعر بتاعي. الشعر ده انا بكتبه علشان اقوله للناس وقتيا على الانترنت، عشان نحمس الناس تنزل، عشان احمس الناس تحس، عشان احمس انما ان يطبع ويتقري اللي هيشتري الديوان ويقراه بصراحه المثقف اللي مش محتاجه غالبا. انا نفسي الشعر يتسمع في الميكروباصات. فالديوان بصراحه يعني حاجه كده ليا اللي هو حلو افرح بيها، انما مش هو هدفي خالص. انا هدفي ان الشعر يتسمع في الشارع، ان انا لو عليا اقف على راسي كل شارع واقول شعر. الحقيقه مروه سعدت بلقائك جدا، وقد ايه كلامك مؤثر وقد ايه كلامك حقيقي. بجد كل ام وكل اخت متهيألي بتقول نفس الكلام اللي انت بتعبري بيه. يا رب حقهم يرجع، ويا رب يصبر اهاليهم، ويا رب يصبر امهاتهم. ومش هي دي المرأة اللي المفروض نقمعها، ومش هي دي المرأة خالص اللي المفروض ناخد منها، ده احنا المفروض نديها نجيب حقها ونجيب حقها حقيقي. مروة مأمون نورتيني وتشرفت بلقائك. مشاهدي نهارك سعيد، نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا، خليكم معانا.